السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر مسار آداب وإنسانيات. درسنا اليوم هو مراجعة الفصل الدراسي الأول في الجزء الثالث. سوف نراجع في هذا الفيديو كيفية كتابة الصيغة الارتدادية للمتتالية الحسابية، كتابة الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية، كتابة المتسلسل الحسابية باستعمال رمز المجموع، إيجاد مجموع المتسلسلات الحسابية. مباشرة نبدأ بالتدريب نمبر 1. هل كل من المتتاليتين التاليتين متتالية حسابية؟ إذا كانت كذلك، اكتب صيغتها الارتدادية ثم أوجد الحد التالي. A 25 20 15 10. قبل البدء بالحل، أود تذكيركم أعزائي الطلاب بأن المتتالية الحسابية هي متتالية الفرق بين كل حدين متتاليين فيها مقدارا ثابتا يسمى الفرق الثابت أو D. نقول المتتالية المعطى هي متتالية حسابية الفرق الثابت فيها هو D equals 20 minus 25 equals -5. نجد صيغة الارتدادية لها an equals a1 equals 25 عندما n equals 1، an minus 1 minus 5 عندما n greater than 1. أما بالنسبة للحد التالي فهو a5 equals 10 minus 5 equals 5. ننتقل إلى الجزئية B 2 4 7 12 13. نقول هنا a2 minus a1 equals 4 minus 2 equals 2، a3 minus a2 equals 7 minus 4 equals 3. وهذا يقودنا إلى أن نقول بأن المتتالية المعطى هي ليست متتالية حسابية لأن الفرق بين حدود المتتالية ليس ثابتا. ننتقل الآن للتدريب نمبر 2. A إذا كانت الصيغة الارتدادية هي an equals 45 عندما n equals 1، an minus 1 minus 2 عندما n greater than 1، فما صيغتها الصريحة؟ إذن لإيجاد الصورة العامة أو الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية an equals a1 plus d times n minus 1. إذن المطلوب إيجاد a1 و d والتعويض بهما. a1 equals 45، a2 equals 45 minus 2، a3 equals a2 minus 2 equals 45 minus 2 minus 2 equals 45 minus 2 times 2، a4 equals a3 minus 2 equals 45 minus 2 times 2 minus 2 equals 45 minus 3 times 2. بالتالي قيمة D هنا هي 2. نقوم الآن بالتعويض بكل من a1 45 و D 2 لتصبح النتيجة الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية هي an equals 45 minus 2 times n minus 1. ننتقل الآن إلى الجزئية B. إذا كانت الصيغة الصريحة لمتتالية هي an equals 1 plus 7 times n minus 1، فما صيغتها الارتدادية؟ نلاحظ هنا أن المطلوب هو عكس السؤال السابق. نستطيع استخدام الصيغة الصريحة في إيجاد كل من a1 و d، حيث a1 equals 1 و d equals 7. مباشرة يكون الحل الصيغة الارتدادية لهذه المتتالية تصبح an equals 1 عندما n equals 1، an minus 1 plus 7 عندما n greater than 1. ننتقل الآن للتدريب نمبر 3. أوجد مجموع الحدود في كل من المتسلسلات الحسابية التالية. A متسلسلة تتضمن 12 حدا حيث
A1 equals 3، A12 equals 25. لإيجاد مجموع الحدود، يجب علينا أولاً تحديد كل من الحد الأول A1 equals 3، عدد الحدود N equals 12، الحد الأخير An equals 25. ثم نقوم بكتابة الصيغة العامة لمجموع متسلسلة حسابية، وهي Sn equals N times A1 plus An over 2. نقوم الآن بالتعويض بالقيم لتصبح S12 equals 12 times 3 plus 25 over 2 equals 336 over 2 equals 168. إذن مجموع الحدود في المتتالية يساوي 168. ننتقل إلى الجزئية B. 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41. أيضا نقوم بتحديد كل من الحد الأول A1 equals 5, N equals 7 عدد الحدود وAn equals 41 وهو الحد الأخير. نقوم بكتابة الصيغة Sn equals N times A1 plus An over 2 ثم بالتعويض S7 equals 7 times 5 plus 41 over 2 equals 322 over 2 equals 161. إذن مجموع الحدود في المتتالية يساوي 161. ننتقل الآن للتدريب number 4. اكتب المتسلسلة 8 plus 13 plus 18 plus إلى plus 43 باستعمال رمز المجموع، ثم أوجد هذا المجموع. بداية، سوف نقوم بإيجاد قيمة n لإيجاد عدد الحدود في المتسلسلة. نقوم بتحديد قيمة كل من d equals 5، an equals 43، وa1 equals 8. ثم نكتب الصيغة الصريحة للمتتالية الحسابية، وهي An equals A1 plus D times N minus 1. نقوم الآن بالتعويض لتصبح 43 equals 8 plus 5 times N minus 1. نقوم الآن بتبسيط المعادلة لتصبح 35 equals 5 times N minus 1. ومنها نجد قيمة N وهي N equals 8. إذن يوجد 8 حدود في المتسلسلة. نكتب الصيغة الصريحة لحدود المتسلسلة an equals 8 plus 5 times n minus 1 equals 5n plus 3. أما الآن سوف نكتب المتسلسلة باستعمال رمز المجموع. الصيغة الصريحة تعطي ai equals 5i plus 3، ومنها المتسلسلة باستعمال رمز المجموع تصبح sigma from i equals 1 to 8 5i plus 3. أوجد الآن مجموع المتسلسلة باستعمال الصيغة Sn equals n times a1 plus an over 2، وبعد التعويض تصبح S8 equals 8 times 8 plus 43 over 2 equals 204. إذن مجموع المتسلسلة يساوي 204. لتصبح sigma from i equals 1 to 8 5i plus 3 equals 204. ننتقل الآن للتدريب number 5. يبدأ أعضاء فريق الكشافة عرضا يقدمونه بالاصطفاف على شكل هرم. يحتوي الصف الأول على عضو واحد، ويحتوي الصف الثالث على 5 أعضاء. A. أوجد الصيغة الصريحة لهذه المتتالية. B. أوجد عدد الأعضاء في الصف الثامن. نبدأ بالجزئية A. تنص المسألة على أن A1 equals 1 الحد الأول، A3 equals 5 الحد الثالث، حيث n equals 3 رتبة الحد. نقوم الآن بكتابة الصيغة الصريحة
AN equals A1 plus D times N minus 1. ثم نقوم بالتعويض بكل من A1 و N و A3 لإيجاد قيمة D. تصبح المعادلة 5 equals 1 plus D times 3 minus 1. ثم بعد التبسيط والحل 5 equals 1 plus 2D ومنها D equals 2. إذن تصبح الصيغة الصريحة المتتالية هي AN equals 1 plus 2 times N minus 1. أما بالنسبة إلى الجزئية B نقوم بالتعويض بقيمة N equals 8. A8 equals 1 plus 2 times 8 minus 1. ثم بعد التبسيط تصبح A8 equals 15. إذن عدد الأعضاء في الصف الثامن 15 عضوا. دمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.